في هذا المطعم الذي يضم أغلب كادره من نساء أرملة فقدن أزواجهن، تعمل عبير على صناعة أكلات موصلية لعائلة أطفالها الثلاثة بعد أن فقدت زوجها خلال الحرب على تنظيم داعش قبل سنوات قلائل. كثير شغلات ساعدني هذا الشغل، اني انا كنت بحاجة، عندي ايجار وصاحبة 3 أطفال لمدارس. يعني صح بالبداية يعني عانينا شوية، كان الشغل ضعيف، بعدين شوية تطورنا. احنا شقد نشتغل، شقد يجينا طلبيات ونشتغل، يوميتنا تزيد اكثر. ما تصنعه عبير وغيرها من العاملات يذهب إلى زبائن مشروعهم الذي انطلق ضمن مبادرات مجتمعية لمساعدتهن على الانخراط في سوق العمل الجماعي الخاص بهذه الشريحة، لمساعدتهن وتمكينهن اقتصاديا في مواجهة الظروف الحياتية الصعبة. الإيجابي اللي خلاني أفتح هذا المشروع عدة أهداف. الهدف الأول اللي نطلع المرأة على سوق العمل، لأن بعد الحرب كثرة والأرامل كثرة المحتاجين، فلازم المرأة تطلع تشتغل وتجيب لقمة عيش كريمة على بيتها. توفير فرص عمل لكثير من النسوة التي تعرضن إلى فواجع جراء وحشية التنظيم المتطرف انعكس بالإيجاب على أوضاعهن النفسية والمجتمعية، هذا ما تؤكده منظمات معنية بحقوق المرأة في نينوى. بعد التجربة اللي عاشتها مدينة الموصل صار عندنا العديد من النساء الأرامل، المطلقات، النساء هم المعيلات الأسرهم. فالمبادرات اللي صارت داخل المدينة اللي تشمل مشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة والكبيرة لتدعم النساء على الاستقلال المادي، الهجام الكبير في تحسين الحالة النفسية والصحة النفسية للمرأة. اجتياح عناصر تنظيم داعش مدينة الموصل وأجزاء شاسعة من العراق وكذلك محاربته والقضاء عليه خلف أرقاما كبيرة من الأرامل في وقت تغيب الإحصاءات الحقيقية التي تساعد على تيسير عملية تسجيلهن في دوائر الدولة التي تطلق مساعدات اقتصادية لهن. دعم أرامل الحروب في العراق هو عمل تضامني قامت به جهات عدة، من بينها منظمات أمريكية ودولية تواصل تقديم مساعدات مباشرة لمشاريع تنموية ساندت عشرات النساء الأرامل في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. لبرنامج اليوم هيثم أحمد، الموصل.